نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شنو غنقول لكم؟ الانترودكسيون ديال هذا الفيديو نكون فيلمي تاع على الاقل شي 4 المرات، وكل مره ما كتعجبنيش وكل مره تنعاود نفيلميها حيت لو سوجي اي تري تري سنسيبل جو لو سي. عرفتي اش غنديروا؟ غادي نهضر معكم بحال كيف ما كنهضر مع صحابي. هادشي كنقول لكم كل مره باسكو سي لو سول مويان باش نهضر وما نبقاش نعاود في لي زانتروداكسيون، حيت كون كنت كنهضر مع صحابي ما كنت غنعاود حتى شي وحده من لي زانتروداكسيون. من بعد لا فيديو اف اي كيو اللي درتها واللي درت فيها على زواجي بان كامبروني وكيفاش وجبت فيها بغيافمون العنصريه، كنتو بزاف قلتوا لي ديري لنا فيديو على العنصريه، قلت لكم واش بغيتو نديرها لكم، كنتو بزاف اللي قلتوا لي هي بغينا هذا الموضوع اي تو. جي بوستي حتى اون فوتو في انستغرام حتى هي وما بعدي في لي كومونتير بلي راه بغيتو تشوفوا لا فيديو اي تو. مهم ها هنايا قبل ما نبدا لو سوجي جو تي ا دير بلا انا مشينا باش نجينيراليزي الناس تحجر وطوب في اي بلاصه مشيتو ليها، وهذا الشيء هادي سي اون غيغل. كاين ناس بزاف اللي تيقولوا لي صحراوي ظريفين شلوح ظريفين ما عرف شنو. الناس في اي بلاصه مشيتو ليها حجر وطوب، كاين ناس اللي مزيانين كاين ناس اللي ما مزيانينش. انا جيت اليوم غير باش نتقاسم معكم تجربتي وخلاص. فاش عاد عرفت راجلي ما كنتش مره كنتخيل ان في بلادنا كاين العنصريه. علاش؟ حيت دماغي عندي بالله المغاربه ناس كيمشيو كيسافروا بزاف، فين اي دوله مشيتي ليها الحمد لله كتلقى فيها المغاربه. مشيتي لفرنسا كاين المغاربه، مشيتي لايطاليا كاين المغاربه، مشيتي لتركيا كاين المغاربه، مشيتي لكوت ديفوار كاين المغاربه. وحنايا اصلا كنعانيو من الغاسيزم في هذوك البلدان الاخرين، دونك ما كنتش كنتصور ان حنايا الا جاتنا ناس من بلدان اخرين ممكن نكونوا غاسيست معاهم في مره، خصوصا اننا ملي كنا صغارين هما كيقريونا على التسامح والتعايش ما بين الاديان، خصوصا ان في بلادنا كاينين اليهود المغاربه اللي عايشين بحالهم بحال كاع الناس. على بوك هادشي كان كاين اللي كان عند بالي عايشين بحالهم بحال كاع الناس في هاد البلاد ايتو. دونك ما كنتش كنتخيل في مره ان كاين عنصريه على الاقل بهاد الطريقه. كنت كنشوف بالله بعض المرات كيضحكوا مع الدراري في ليكول اونفا، ماشي بعض المرات الدراري الصغار بعضياتهم، ولكن كنت كنقول راه غير الدراري الصغار ايتو. كنت كنشوف الدراري الصغار باغ اكزومبل الا كان شي واحد بحال كيبداو يعيطوا لي عزي ولا حيت شي كتشوفوه كامل، انا متاكده انكم كاملين ما كيجيكمش راه عنصريه وكيف ما انا ما كانش كيجيني راه عنصريه. المهم بقى عاقله الموضوع تجبد. اول مره في اول رونديفو ليا انا وراجلي كنا جالسين فواحد الكافي ويقول لي واش فراسك كاين الغاسيزم بزاف في المغرب، شوف الناس كيفاش كيشوفوا فينا. ونقول له ويلي راه كيشوفوا فينا حيت اون ان تي بو ديفيرون، داكشي علاش، وهذا الشيء راه غير فراسك. لا مره ما كاينش عندنا حنا العنصريه في المغرب، حنا دوله التسامح وتعايش وكاع ديك الهضره ديال الاشارات. هو حتى المحاول باش يقول لي بزاف ديال لي سيتوياسيون، ميرسي لو كاميون، حاول باش يقول لي بزاف ديال لي سيتوياسيون، مي انا راسي قاصح بلادي هي بلادي ما كاينش ما عندناش هذا الشيء هذا. دوك قال لي صافي اوكي، مع الوقت ملي كان يبان لك هادشي اللي كنقول لك دابا قلتي ما كاينش صافي زعما انا لاسي طومبي لو سوجي. انتش غادي تكون اول صدمه صغيوره ليا صغيوره هي فين غنمشي نهضر مع عائلتي ونقول لهم راه كاين واحد السيد اللي بغى يتزوج بيا اي تو. عرفتي شكون كانوا لي رياكسيون؟ وعلاش غتزوجي بيه؟ واش علاش زعما؟ لا ميمكنش. شنو غنقولوا للناس؟ الناس كيفاش غتشوف فينا؟ كيفاش الناس كيفاش غتشوف فينا؟ نورمالمون اول سؤال كيخصك تسولو لبنتك ولا شي واحد من عائلتك اللي كتبغي له الخير الا كان غيتزوج بان اترونجي هي واش مسلم؟ انا بالنسبه لي هذا هو السؤال اللي كان بغيت تطرح عليا، وكان خاصني ارغومونتي شي شويه باش نثبت ولا ما نعرف ما نثبتش كاع بانه مسلم. صافي بما ان السيد مسلم صافي وباس وتخشوا زعما واش قاري واش عنده باش يوكلك باش يعيشك، ماشي علاش غتزوجي به هو بحال. مهم خصوصا انني بالنسبه لي عائلتي ناس مثقفين وقاريين، كانت عندنا واحد البيبليوتيك في دار جداتي كلشي كان كيقرا كتب، خصوصا المهم ماشي كلهم من خالاتي بزاف كانوا كيقراو بزاف ايتو. يعني انا بالنسبه لي ما كنتش غنتحط كاع في هذا الموقف زعما بارابور لو نيفو الثقافي ديال المغاربه راه عائلتي سا با مال. المهم ما عليناش، جو سوي فات اون ريزون وحاولت نقنعهم كيف ما قدرني الله نقنعهم، جو سوي باسي ا اوتر شوز. ليتاب اللي من بعد من قبل ما وصلوا لهاد ليتاب قبل بعدا كاين ملي كنا يلاه ان جون كوبل ماريي وكنا كنخرجوا للزنقه. ما نقولش لكم راه كتسمع الهضره من داك الشيء من ديك الجهه في الشارع ومن هاد الجهه في الشارع، وانت غادي انت كتسمع الهضره والهضره ما فيها ما تسمع. راجلي ما كيفهمش العربيه اصلا، ما عنده سوق، هو اصلا ني با لا ما كيتسوقش للناس فاش كيفكروا، هو كيبقى في غير انا حيتاش طوبي ما طاب. اما زعما بالنسبه لي بيسان لو ما
ما عندوش ثقه في اشكي في كفها في اشكي فكر هذا ولا في اشكي فكر هذا بالنسبه لي الا كنتي انت بحال هكذا يعني راه ما قدركش الله باش تقرا شويه وباش توعى شويه وباش تعرف هذاك الشيء علاش انت هكذايا وكتبقى فيه كيقولوا مسكين هادشي اللي كيقول فراسو زعما كنبقى فيه غير انا حيت جدوى سوبي غير داك الشيء او كوتيديان المهم الهضره ما فيها ما يتسمع ونصنط لتحت وانا كان كيصحاب ليا انني اون فوا غادي نولي صافي يولي انا اللي مزوجين عندنا الدراري كلشي غيعرف بلي انا راه مزوجين حيت ملي كتكون غادي ويلا تزوجتي كتقول مع راسك وراه كيقول مع راسو ما حنا غير مصاحبين وهذا وداك الشيء علاش كتبقى كثرت الهضره وما رانينا رانا والهضره الموسخه بصح المهم قلت مع راسي راه فاش غادي نتزوج صافي وما تابيتويت واحد الوقيته ما بقاش عندي ما كرهتش نقول لكم شي اكزامبل ديال الهضره ولكن جو سوي سور بلي راه فوبوفي ايماجيني ولكن ما فيها ما يتسمع فريم هضره ما فيها ما يتسمع بقى عقله على واحد لاسيب هي اللي خلاتني نفهم ان الزواج ماشي الزواج دراري ماشي الدراري حتى شي حاجه ما غادي تبدل كان رمضان ديال 2012 وكنت انا حامله ديك الساعه تقريبا ولد وكنت مشيت جلست عند ماما حيت كنت باغا راجلي يبدل لينا الكرا عرفتي فاش كتكون حامله وكدك تفشش وداك الشيء وانا كنت داك الدار كنقول ليه غاليه علينا وحنا دابا غنولي عندنا المصاريف ديال الولد وتقول لنا باش نهبط في ستاندينغ وانا كنقول لها شنو فوت دو ستاندينغ المهم انا مشيت جلست عند ماما لقيت كانت القضاه اخرى اللي رخص من هذه في الكرا وديك الساعات نمشيو نجلسو فيها المهم هذا الشيء خليته انا فشي دوزت مع شي 20 من في رمضان ومشيت المهم رمضان قرر ديك الساعه ساره المهم كان عند بالي راه غد ليه العيد وقلت ليه اجي نتلاقاو هو فرحان عيطو مشيت تلاقينا بقينا غاديين وهو يقول لي شوف حنا غادي نمشيو نشوفو التران الاول اللي خارج غادي نمشيو نركبو فيه فين ما كان غادي غنمشيو معاهم الحماق ديال ديك الساعه دابا ما يمكنش نديرو مثلا بحال هاد الشيء قال لي التران الاول غادي نمشيو فين ما كان غادي ندير غادي لا غادي نمشيو معاه قلت ليه صافي زيد ماشي كنمشيو بحال هكا تلاقينا مع واحد خينا راجل بعقلو راجل هو يبدا يقول المهم هضره خايبه ما فيها ما يتسمع وانا درت براسي بحال ما كيهضرش معايا انا دائما كندير راسي ما كيهضرش معايا باش ما نجبدش المشاكل كملت الهضره انا وراجلي ولكن هو يصوند زعما كيقول مع راسو راه يمكن يكون كيهضر معانا والو بحال ماشي معانا كاع داك السيد شويه ملي شافني ما كنرياجيش وشاف الاخر ما كيفهمش واقيلا العربيه وما عرفتش قال لي راسو جا شدني عرفتي غير هو اللي شدني شدو راجلي صافي راه كان غادي يقتلو فريمون كان غادي يقتلو جاو الناس هما اللي كيفكو ايتو انا جلست مع راسي هذاك النهار سوا غادي نساليو في الكوميساريه سوا غادي نساليو في شي سبيطار المهم راه ما غاديش يسالي النهار على خير في الاخر الحمد لله سالي على خير مشينا تراكا غادي مراكش مشينا معاه وما صدق ماشي العيد الغد اللي مازال خاصنا نصوبو عرفتي وقسمنا في مراكش المهم صافي بدا باسي كوميم هادي اول سين اللي تبدات لي بان بحال تزوجتي بحال ما تزوج بحال كنتي مزوجه المشكل ديالهم ماشي انهم ما عارفينش واش مزوجه ولا ما مزوجاش حيت نورمالمون واخا ما يكونش مزوجه خاص الانسان يحترمك كوميم ما يقدر يكون هذاك السيد كيقرا معايا ويقدر يكون وما يكونش كاع كيقرا معايا سيدي ما عندكش الحق انت تجي تدخل في حياتي بوان ثاني سين اللي كانت فريمون تاهي اثرات فيا حيت اون فيت لو فيت ان هادشي اثر فيا انا وبقيسني انا ونسمع انا الهضره انا جاستي انا اللي اختاريت هذاك السيد انا عارفه شنو كاين منين هضرت مع الناس مع مونونتوغاج مع صحاباتي اللي تما كان كيصحاب ليا راسي زعما راه نيفو ثقافي شويه عالي مع صحاباتي اتو سمعت ردود الافعال ديالهم صافي فهمت اشنو كيتسناني وانا جاسوم كاع لي شوا ديالي اي حاجه درتها ما دارهاش في يوتيوب جاسوم زوج بنت السيد جاسوم غير بدا من الصفر جاسوم ولكن امتى كيبقى في كل حال هي فين اون سون برون دي زونف فاش كيوليو الدراري كيوليو الدراري خاصهم ياسوموا معاك لي شوا ديالك هنا فين كيضرك الحال زعما ماشي الاخر ما كيضركش ولادك كيضرك الحال الا شفتيهم كيعانيو من لي شوا ديالك انت فاش ولات قلت مع راسي غادي نمشي نجلس عند ماما هذيك 40 يوم اللي من مورا الولاده اي تو حيت سي ميو حيت ما يمكنلاش تخلي ولادها بالاخواتاتي الاخرين وتجي تقابلني انا 40 يوم بزاف خصوصا ان هي باغتي كانت ديك الساعات باقيه صغيره ما عرفتش شحال كانت عندها بقى شي 8 سنين شي حاجه هكا المهم كانت باقا صغيره وباقا خصني نقابلها اي تو وليت لي بليا خواتاتي كاملين في الحقيقه زين كانت كتمشي كانت هي كتقرا اي تو خصها تجي تلقى الغدا موجود مهم ماما ما يمكنش لها تجي تجلس معايا قلت انا غادي نمشي نجلس معاها
العائله كامل اللي كنعرفهم واللي ما كنعرفهمش، دوك اللي بعاد اللي قراب كلشي كنتبع معانا ليستوار. جاو الناس كي عرفت داكشي ديال الزرور كيجيو كيقول لك مبروك الزياده، انا نعني عسلامتك. اول سؤال كيطرح عليا مع كيدخل شي حد عندي البيت، انا بعد ما كنخرج مع كنخلع عندي شي حد البيت، ايوا نظره كيخرج الولد كحال ولا ابيض ولا نص نص، كندير لهم هكذا الوليد والضحيكه هادو عرفتي داك الضحيكه اللي راس ما هو ما اسمرش بزاف، ولكن راه غير كحال غير كحال، ما تخافش راه غير كحال، هو ولد هذا الكحلين واخا يتزاد بحال هكا ومسيرين مسيرين، ولكن راه غير كحال، والشعر الشعر مخلي بالك رطب بحال هكا مازال يحراش، راه كيتبدل الشعر دري صغار فاش كيتزادوا كيبقاو غاديين وكيكحلوا شعرهم غادي وكيحراش. اوكي سام غاسيو انا اللي تنقول لي انا سي هاد انا دو توت فاصون ولدي هذا كنبغيه صفار خضار حمار زرق راه كنبغيه ياك، وانا كاع كنبغي باهم اللي ماشي انا اللي ولدتو اختاريته وعجبني وكنبغيه، ما حساك ولادي يخرجوا من كلشي وان بلوس دو سو حدايا الله واد، وعارفين الولاد الطبيعيه شحال كتكون صعيبه، راني دايره ان فيديو دايور كنهضر فيها على الولاد الطبيعيه نخليها لكم في لا بار دانفو، الولاده شحال كتكون صعيبه بلاص ما تجي تقول شي السيده على سلامتك يا بنتي والحمد لله على سلامتك الحمد لله الوليد خرج ما فيه حتى شي حاجه الحمد لله خرج بصحته ايتو، كتجي كتقولها غير خضر غير صفر غير حمار. المهم سمحوا لي ولكن سمحوا لي الا كان جا لكم هذا الشيء عادي، ولكن ديك الساعات والله الا ما عجبنيش ملي كنناقش في الموضوع تيقول لي لا ولكن عرفتي راه عادي زعما انت ما خصكيش تعقدي بحال هكا، وانا معقده ما والو، انا بالعكس انا فاش كتخرج الشمس كنبغي نتبرونزا باش نسمر زعما راه ما معقداش من الكحوليه، ما مع راجلي كيجيني زوين عاجبني وهادي عاجبني كلشي عاجبني ما كاين لا تعقد لا حتى شي حاجه، ولكن هاد القضيه ديال اننا كنقولوا الانسان ما تعقدش، كتشوف دري صغير كيعيروا صحابو في المدرسه تيقولوا ليه عزي وكتقول ليه انت ويلي لا راه غير تيضحكوا معاك، لا انت ما عارفش شنو كيدير له داكشي في خاطرو، انت ما عارفش داكشي كيفاش خلاه يكبر، انت ما عارفش واش هذاك الشيء كيضرو ولا ما كيضروش، عمرك ديتي عند بسي وشفتي واش ضروا الحال ولا ما ضروش الحال، نورمال ولا شفتي ولدك كيهضر مع شي ولد الناس بحال هكذا خاصك تقول له لا ما تهضرش مع الولد بحال هكذا، عنده سميتو سميتو فلان تعيط له بسميتو ما تعيط له لا بصفر لا بخضر لا بحمر، سينو شلح نعيطو ليه دربوس فاسي نعيطو ليه فيسكا عزي نعيطو ليه كحل نعيطو ليه عزي، لا زعما ما شاء الله وصافي. وغنرجع لواحد النقطه اللي هي التربيه، من بعد الولاده وداك الشيء كنا عايشين واحد لا بيريود صعيبه وصعيبه بزاف، ما كانش عندنا الفلوس ومشينا قررت اننا نسكنوا في واحد الكارتي تري بوبولير فريمون بوبولير، المهم ملي عاد سكننا ما كاينش شي عزي كيدور تما كاين حيت اغلبيه ديال العوالسه في الدار البيضاء كيكونوا ساكنين جهه المدينه حيت كيكونوا طلاب ديكو تيكون عندهم الفلوس كيصيفطوا لهم والديهم شله فلوس، دونك كيكونوا ساكنين في بلاصه مزيانه ما كاينش شي عزي غيكون كيدور في دي كارتي بوبولير بحال هكذايا من غير الحراده، المهم ما عليناش داك الكارتي ما فيش عواز كاع في مره، حنا كنا اول راجلي كان اول كحل غادي يشوفوه هو كاع وقعدت كنقول هادشي كنتفكر بلي راه حنا عندنا ناس كحلين في المغرب راه عندنا صحراوات هما كحلين، المهم ملي سكنا في داك الكارتي بقى عقلي بلي كان بزاف ديال الولاد في الباب الناس اللي ساكنين عندهم دراري صغار، كاش في الاول فاش عاد سكنا كانوا كيقولنا السلام السلام سلام خالتي عمي سلام، من بعد مع الوقت مبقاوش كيهضروا بحال هكداك، وزالي ما دير علاش جبت هاد الهضره مريم، هادشي كامل هو التربيه اللي كنهضر عليها، هادوك الدراري على ملا شنو كانوا كيسمعوا في ديورهم من بعد تبدلوا ما بقاوش كيقولوا السلام ما بقاوش كيهضروا مزيان ولاو ما مادبينش، بقى عقل واحد المره واحد الولد قاعد في على راجلي من الشرجم ومني طلع عند ماما بدات كتغوت ايتو، ولكن جي ماجي الدراري راه اللي شافوا والديهم كيديروها كيديروها، اللي شافك شافك انت هاد الانسان كتحترمو كيحترمو، ولدك كينقل منك داكشي علاش خاصك تكون قدوه، داكشي علاش ما خاصناش غير نجيو نولدو تنحسو براسنا كفء على اننا يكون عندنا الدراري. المهم كيف قلت لكم من بعد غتجي ليطاب ديال ولدي، لا قبل من ليطاب ديال ولدي فاش غيمشي للمدرسه، المهم ديك حتى هي كانت اون بيل ليطاب، ولكن قبل من ليطاب ديال ولدي غادي يمشي للمدرسه جات واحد المرحله كان راجلي مريض فيها، وبقى عاقل على واحد لاسين عاقل عليها مزيان مزيان مزيان، راجلي مريض ابان واقف ابان كيقدر يوقف، مشينا للسبيطار مع دخل مع حبسوه السيكوريتي حبسوه بحال هكذايا، وجات ديك البنت اللي في لاكاي جات عندو تقول لي لا راه ماشي مستشفى ديال الدوله، هذا راه مستشفى ديال خاص
واش عندك الفلوس؟ بعدا عندك الفلوس جات ما حتى هو عندك الفلوس السيدي باش تدخل تيقول يا ودي غير جلسوه بعدا في الكرسي وديك الساعه تشرحوا لي شنو بغيتي تشرحوا لي. ومن بعد كندخل انا اي حاجه فيها لي بابي فيها السبيطارات فيها خاصني انا نحداك ونوقف عليها. في حقيقه يمكن كنت زوج مغربي ما كنتش وليت بحال هكا دايما كنت باقا ديك مريم ظريفه زبيونا ما عليناش. هاد لاسين اي ما بيش شوكي دونك الا كنتي تنحي الموت صافي سي با غاف. دابا كون جا كرشو مفتوحه غتقولوا لا 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 عندك الفلوس عندك الفلوس راه حنا في السبيطار زعما في السبيطار. من بعد غادي تجي لي طاب ديال ولدي فاش غادي يمشي للدراسه بابا منين ولدي تيجي تيقول لك فلان شنو قال ليا ولا فلان شنو قال ليا حتى مع الدراري الصغار الاخرين ايتو. ولكن قلت لكم انا شوف شنو كنحاول ندير كنحاول نشرح لولدي شنو كاين نحاول نخليه تري تري فور ونحاول الا جا عندي وقال لي شي حاجه خايبه قالها شي ولد ولا قالها شي معلم ولا قالها شي حد كنقول لي شوف هذاك السيد قال لك بحال هكذا سي فري ايوا راه مسكين ما قاريش هذاك الشيء هذوك الافكار اللي عند راجلي حيت انا كنشوف راجلي كيفاش حتى شي حاجه ما كتاثر فيه ما كرهتش غير ولدي يكون فحال هكذاك وما كرهتش بنتي حتى هي تكون تري فور داكشي اش كنحاول نربيها تكون تري تري فورت. الدنيا ما ساهلاش والغاسيزم كنعاود نقولها كاين في كاع البلدان ولكن غير هو ملي كيتخلط الغاسيزم مع الجهل كيعطي واحد الكوكتيل بيزار. حيت الا مشينا لفرنسا مثلا تقدر تكون واحد السيده غاسيست ياك ولكن راه ما تقولش لك فوجاك عرفتي ما حملتكش ويلي كحل ما حملتكش ولكن هنا في المغرب ممكن والله الا ممكن واحد ما تعرفو ما تيعرفوك وشي حد كيقول كيخ ما كتعرفوش يجي يوقف قدامك يقول كيخ بقى عاقله. على نرجعوا لهذيك لابيريود اللي قلت لكم كنا كنعاني فيهم شي ناس كنا في كارتي بوبولا بقى عقل واحد المره شدينا الطوبيس ما عرفتش ليه داك النوع اللي كيفضل يمشي على رجلي وما يشدش الطوبيس يقدر يمشي على رجلي واخا تكون ديك المسيره فيها 40 دقيقه ابي وما يشدش الطوبيس. المهم شدينا الطوبيس وكان رجلي جالس والطوبيس فيه الناس كاع جالسين وطلعت واحد السيده كبيره في السن وبقات واقفه وبقات فيه وعطاها البلاصه قال لها عجيب لكتي وجلست وهي ما كانش كيسحب ليها راه هو معايا جلست بقات كتشوف قدامها ماشي كتشوف فين كتشوف قدامها وهي تقول هي هي دلي نتوما العبيد خاصكم تعطيونا البلاصه. عرفتي انا جيت دي شوك قلت لها ياك انا لا هادشي اللي استاهلها مع الروم ديال الناس جالسين حتى شي واحد معطاك بلاصه بلاصه ما تقول شكرا وهذا ولا تقول هاد الهضره هادي. المهم ما شرحت ليش هو شنو طاري دائما كيبقى فيه الحديث واحد ما كنشرحش ليه شنو واقع كيما كنشرحش ليه غير كنقول غادي يضروا خاطرو ولا شي حاجه واخا في الحقيقه عارفه ما كيضروش خاطرو مي كنفضل ما نشرحش ليه ما نعرفش انا شنو غيدور في راسو كنفضل لا قدرت نيفيتي ليه شي حاجه نيفيتيوها وصافي من الاحسن. والحمد لله الحاجه اللي قررناها هي اننا ما حدنا في المغرب هذا هو المغرب داير بحال هكذا يعني للاسف الى الحاجه اللي نقدروا نديروها هي نربي ولادنا يكونوا قاصحين نربيو بنتي تكون قاصحه ما حدنا في هذه البلاد والانسان يعرف راسو هو كيسكيلفو وما يتسوق حتى شي حاجه على الناس الاخرين ونصوفو كيفاش دوك الناس دايرين نحاولوا حنايا نغيروا من راسنا ونغيروا من ولادنا ونغيروا من المحيط ديالنا ما نقدروش نبدلوا العالم للاسف. انا كيبقاو فيا غير الدراري الصغار حيت كنقول الا كان الدري صغير حتى هو بحال هكذا يعني راه مازال هادشي غادي يكمل حيت داك الدري الصغير غادي يكبر ويربي ولادو حتى هو بحال ما هكذا. الا انا الهدف ديالي من هذا الفيديو كامله هي اني نوصل لكم واحد الميساج ولادكم الا كان عندكم دراري والمحيط ديالكم حاولوا غير توصلوا له هذا الميساج وما يكونش ما نقولوش راه سي با غاف نعيطوا على هذاك الولد عزتي ولا سي با غاف يعيط على هذاك الولد قربوز سي غاف يقدر هذاك الولد ما يعجبوش الحال يقدر يطلع كريمينال ولا ما نعرفش شنو حيت بغي ينتقم من المجتمع ما تقدرش تعرف اشنو كيدور في دماغ الواحد. دير راسك في بلاصتو واش غيعجبك يهضروا معاك الناس بحال هكذاك واش غيعجبك يقولوا لك الناس بحال هكذاك. نحاولوا فريمون نبداو غير بالمحيط ديالنا كيف اي حاجه كيف اي حاجه بغينا نبدلوها كنقدروا نبدلو غير ولادنا والمحيط ديالنا شي شويه ما يمكنش نبدلو العالم. شو ديزا حيت هاد لا فيديو ما دوزتش لكم فيها جود فايبس كيف ما كنحاول ندير فلاشات ديزولي الا طولت عليكم ونتمنى الرساله ديالتكم وصلات. الى عجبتكم لا فيديو ديروا لايك وخليوا لي فو كومونتير سورتو الا كنتو في الخارج قولوا لي واش حتى نتوما كتعانيوا من الغاسيزم الا كنتو في دول اخرى من افريقيا سبساريان قولوا لي حتى نتوما واش هادوك الناس كيتعاملوا معاكم كيف ما كنتعاملوا معاهم حنايا.
ما عرفتش. حاولوا نحاولوا نبدلوا شي حاجه اللي قدرنا عليها وصافي. هذا ما كان، هذا هو الميساج ديالي. كنبغيكم بزاف، خليتكم بخير وعلى خير. سلامه.